حديث في البخاري يشكك في ان القران كامل، اللي هو ايه؟ قال لك ان السيده عائشه بتقول ان عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انشغلنا بتجهيزه، وكان اسفل الفراش وريقات مكتوب فيها ايات من القران، فدخل الداجن فاكلتها. فرخه في بيت النبي دخلت تحت الفراش، كان تحت الفراش ده ورق مكتوب فيه ايات من القران، فالفرخه كلتها. معنى كده ايه؟ ان في ايات الفرخه كلتها مش موجوده في القران الكريم. الكلام ده موجود في البخاري؟ اه والله موجود في البخاري، مثبت في كتاب البخاري، اه موجود. الناس بس بتبقى بتستغرب وتقول لك ازاي تقولوا كده. في حاجات هنا ما بنقولش نلغي الاحاديث، ما حدش عاقل يقدر يقول ده. وفي ناس طلعت تبنت هذا الطرح، لان هم لما جم يقولوا نستبعد الاحاديث غير الصحيحه وغير المنطقيه، فالناس قالوا لهم لا هي كده.